وللعلم رجعني يقدمون وجبة فطور بس شاي وصمون. ها وأجوان أجوان عندهم ما شاء الله وموي وبيض بس إحنا ما ردنا. أي ما ردنا بيض وهذا مطبخهم أي واحد يجي يسوي لي أكل ثم فديت للبنات يما يستحن يا أصخام. أي يقعدهم مركز أزل بيوتي بعد شوي أشوف إيش راح يصير راح يقولوا لي نقلبه قلب على بطانة خلينا نشوف صدق لو كذب وخذ النتيجة من عدي صح سوسو صحيح هلا يما اسمع صما اسمع صما شنو اسمع صفا هاي بخار ويحطوا لها طين من الشارع هذا شنو شنو هاي هذا سكراب ها سكراب سكراب ما شاء الله شوفوا هذا كله ب 25,000 هاي اول فقره مو بعد وراها شكو بعد وراها مواد ثانيه تنظيف مواد بشره تنظيف بشره ما شاء الله شوف الجهاز هذا شنو هذا حمام هذا حصوبي هذا حمام بخاري سلام عليك يا بشرك النظيف هاي وصخ لو شنو ده شعرها عبال وصخ شعرها طلع لنا هسه هاي مرحلة مرحلة ثانية ها؟ مرحلة ثانية ترطيب للبشرة ترطيب البشرة دعتي صوتك شبيش تخافين هاوي البخار باو اشتر شغل باو لا تعرقين امه تجيبيها لي جعي البخار هذا فارغ بس استوت ما شاء الله حتى سنونها بيضت بدون كل سياسة سبحان الله ايدك خفيفة ما شاء الله انت مضمدة مشتغلة قبل اجيك ولا تخلص خلوا لقيه الوجه سكراب هذا نعطيه 60 تحياتي لكم تعال البنات شوف جواد ايش يسوي يبا راح اطلع عبر جبرج طين طين لا سكراب ما في ديت انا بعدني راح الم حقه تعالوا لهم 25 اللي ببلاش والله هاي حياتي بس سنابات ويجاوب العالم شو سوى غير ارد على المعجبين والمعجبات اصدقائي ذولا بالخدمه النوب حتى اكل ما ياكل قاعدين بالمطعم ما طلب شيء ما اقدر اشتري معد مريض ما نفسي مسدود قولون نفسي مسدوده من كل شيء بس بالسناب لا صدق يعني الممثلين حتى بهاي الأكلة قلتوني كل شي تغارون من عندي عجيب يعني هذا كل الأكل وإلا أكلة أكلتي المفضلة مش هيفوي بس هاي الأكلة متوفرة بالوزيرة وانش وقت روح أبدل هذا قبالك العيال العرس لا ما مو هذا رامي حطنا عمر بس انتي ما تاخين خطيب والله حاجة 24 ساعة يوش هذا الواحد يرد عليه راح اعرف لك تحكي شو ضعفين خليني هيك حلوة تفضل استاذ جواد السلام عليكم تعنا بالرباع رجاء خلينا نحكي رجاء هذا كشف الموت ب 10 فوائد لحديد رجاء اولا الفائده الاولى تنظفون اسنانكم تطلع تلمع خلينا نشوف الثانيه شكو عندك حب شباب او كذا دائما خلي على المنطقه وراح يروحها بالشباب الثالثة الصدفية بالجسم الكذا المدشين الحك هذا هذا كل زين للجسم اثنين مسح الوجه صارت أربعة يا معود الرابعة مسح الوجه بقشر الموز يؤدي إلى لمعان الوجه وتنظيف البشرة هذا قشر الموز اللي أحكي عليه هذا شلون هذا سوى أسنان أي فرك أسنانك فرك أسنانك حبيبي تطبيق هنا التطبيق لحظة جو هذا بعد كم سنة؟ لا لا يعني فترة هي لذبة لذبة الصدفية حب الشباب مو قلتهن كل وأهم من ذني كلهن قالهن جواد إنه لا ترمي قشر الموز حتى لا يتزحلق به غيرك ضد التزحلقات إماطة الأذى